اهلا وسهلا اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. وقبل ما نبداو هذا الفيديو هذا، نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. كما كتعرفوا حبيباتي، فعندنا اجر فيها. المهم نبداو هنايا لا فيديو ديالنا بالحماس والطاقه الايجابيه. نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير، وانتم كتشوفوا في هذا لا فيديو هذا. الفطور ديالي اليوم بغيت نشارك معكم النهار ديالي كما هو. فالفطور ديالي اليوم كان هو عباره عن غير حرشه هكذا، كما كتعرفوا كل مره وكل نهار ونهارو كما العاده. صافي، وهنا غادي نبدا معكم الروتين ديالي. فمن بعد ما كان حبيباتي، من بعد ما كنفطر فكان نقاد الكوزينه هي الاولى. كانوا شي معنات كنبدا بهم هما الاولى، كنغسلهم ومن بعد عاد كنمشي هكا للمرحاض اعزكم الله، حتى هو كندور به شي شويه، ومن بعد كنمشي عاد للصالون. صافي، وفي النهايه كما كتعرفوا كيبقى الغداء، داكشي راكم عارفين. صافي، وهنايا بلا ما نطول معكم لا فيديو، خليكم معايا باش تشوفوا الروتين ديالي ديال هذا النهار كيف ما هو. هنا احبابي، من بعد ما ساليت هاد المعنات هادو فكنمشي للحمام اعزكم الله، فحتى هو كنغسلو ضروري. خصني ما نخص كل نهار نغسلوه ندورو بيه، لانه كما كتعرفوا كيبقى حالته. فانا احسن حاجه هنايا عندي هو الحمام، لانه عنده هذيك القرقاره، كيمكن لك تزلعي الماء كما بغيتي، كيمكن لك تجفي كما كتعرفوا. فالسكن هنايا في الغربه ما كيديروش هذاك الشيء، كيديروا قدر الجفاف ديالهم الخفيف هكذا، غير ديال التفوات، ماشي داك التجفاف ديالنا ديال المغرب اللي كنحكوا الركاني وكنجفوا. فهنايا غير كتفوتي وصافي. صافي، وهنا من بعد ما غسلت هاد الحويجات هادو اللي عندي فوق لافابو قديتهم، فمن بعد ما كنرد كل حاجه في بلاصتها، صافي البنات كنشوف داك الشيء فكيعطيك واحد الراحه نفسيه، ديك النقاوه اللي كديري كتحل لك الشهيه، كتخليك انك تقعدي مرتاحه. صافي، انا من بعد ما درت بكل شيء فكيبقى ليا شطاب وجفاف. فكما كتعرفوا مع الوليدات ضروري اننا كل نهار خصنا شطبو ونجفو، فانا مع الابن ديالي دائما خاصني نجفف ونشطب، لانه كما كتعرفوا الوليدات الصغار اي حاجه لقاوها كيديروها في فمهم. صافي، هنايا من بعد ما جففت حبيباتي، كما كتعرفوا هاد الجفاف ديال هنايا ماشي بحال داكشي ديال المغرب اللي كتبقى كتزلعي الماء، كيعطيك واحد الحماس كل نهار. فانا داكشي عندهم غير هكذا، غير كتفوتي وصافي. صافي، من بعد ما قديت الصالون هنايا درت به شي شويه، فحتى هو ما كنقادوش دائما، لان الابن ديالي عزيز عليه يلعب بالمخاد ويرون هكذا الدنيا. فالوليدات الصغار كنخليوهم ياخذوا راحتهم في هاد المرحله هذه،
لانه كما كتعرفوا ما خصناش نزيروا عليهم. صافي هنا في وجبه الغداء فانا كنقترح لكم واحد الطاجين بالسفرجل فكيجي رائع. بالنسبه للتوابل خديت شويه ديال الفلفل الاحمر، الخرقوم، سكنجبير، الكمون، واحد الراس ديال الثومه والفلفل الاسود. خديت هنا واحد البصله اللي شلطتها، الربيع، قزبر والمعدنوس، واحد الحامضه هنايا اللي غندير فيها داك السفرجل نقطعو فيها باش ما يتاكسيداش ليا. وهنا خديت واحد زوج الحبات ديال السفرجل وشويه ديال اللحم، وخديت ايضا زيت الزيتون وواحد نصف كاس ديال الماء. هنا في الطاجين كناخذ البصله كنديرها هي الاولى، نقطعت واحد الحبه على هذا الشكل، هذا كندير من فوق منها اللحم، صافي. من بعد ما كندير اللحم فكناخذ داك النصف ديال الكاس ديال الماء، كندير فيه داك الراس ديال الثومه اللي حكيته، وندير التوابل كامله. بالنسبه للتوابل اللي عندكم واللي بغيتو، صافي. وكندير شويه من داك القزبر والمعدنوس اللي قطعته، وكنحركهم مزيان وكنديرهم من فوق داك الطاجين ديالي على هذا الشكل هذا. صافي ومن بعد كنخليه يتشحر شي شويه، من بعد عاد كنضيف ليه الزيت من الفوق. صافي وكنغطيه وكنخليه يطيب على راحته. هنايا كناخذ السفرجل ديالي، خديت الماء اللي درت فيه هذاك الحامض، كنت عصرت واحد الحامضه كنديرها فيه باش ما يكحلش ليا. صافي وهنا كناخذ جوج ماس كما كتشوفوا لانه السفرجل كيكون شويه قاسح. صافي وهنا من بعد ما كنقيه، فكاين اللي ما كينقيهش كيخليه بالقشره ديالو كيغسلو مزيان، فانا كيعجبني يكون منقي. كنزيد ليه واحد العود ديال القرفه، واحد المعلقه، كندير ليه شويه ديال الملحه، هانتوما، كندير الزبده، ندير واحد ملعقه، ونضيف ليه الماء الكافي وكنخليه يطيب حتى كيطيب مزيان، وكندير ليه حتى السكر. ممكن اننا نديرو السكر او اننا نديرو العسل، فانا الزبده كنديروها في الاخر ما كنديروهاش عفوا في الاول. صافي ومن بعد ما كيطيب ويتعسل، لانه كاين اللي كيدير عليه العسل كاين اللي كيدير عليها السكر سنيده. صافي فمن بعد ما طاب لي الطواجين ديالي حبيباتي فكنديرو من الفوق هكذا، فكيجي عندي واحد المذاق رائع ما بين داك المالح والحلو، كيعطي واحد اللذة، نتمنى انكم تجربوه. فهو ساهل وكيبقى ايضا على حسب الطريقه ديال اي وحده، فهذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي روعه ما شاء الله. اللهم ادمها النعمه واحفظها من الزوال. صافي وهنا حبيباتي كان هذا هو الروتين ديالي لهذا النهار هذا. كنقول لكم من هذا الفيديو هذا تهلاو فريسانكم، حتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. لا اله الا الله.